السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام حياكم الله. اليوم معنا توضيح عام بخصوص الفيديو اللي احنا قمنا بنشره بخصوص بنك انبارا، تمام؟ راح نتعرف على الشروط وسبب رفض طبعا الطلبات لبعض الاشخاص. يعني قام تجيني رسائل قام يقول انه تم رفض الطلب او ما قام يتم قبول الطلب. باذن الله تعالى راح نتعرف بهذا الفيديو عن طريقه حل هذه المشكله ان شاء الله، وعن تجربه شخصيه باذن الله تعالى. بسم الله. اول شيء طبعا عندك انت طريقتين للتقديم على هذا البنك. طبعا هذا بنك امبارا، هو تابع لبنك كيو ام بي فينوس التركي. طبعا تفتح حساب، طبعا حساب نظامي، يمكنك تحويل الأموال واستقبالها، تحويل داخل وخارج تركيا، وبإمكانك الاستلام على أرباح اليوتيوب و أدسنس. بإمكانك تشتري بعملات، يعني دولار أو غير عملات أجنبية، ما في أي مشكلة من ناحية. طبعا المشكلة إنه بتقديم الطلب، طبعا هو يفتح للأجانب واللي عندهم كملك، ما في أي مشكلة. طبعا انا حطيت فيديو طريقة تقديم الطلب على هذا البنك، طبعا بكل سهولة، بس تقدم طلب. انا اسمه قدم الطلب واجاني انه على ايميل عقد، ومن الامور هاي وبعدها ما تم الرد، يعني انه ما اجاني لا رسالة لا اسمه رفض ولا تم القبول. اجاني على ايميل ملف مكتوب ب شروط الاستخدام، وكأنه عقد، يعني مكتوب برقمي وايميلي وعنواني، تمام؟ تقدر انت تقدم عن طريق النت مثل ما حطيت بالفيديو. طبعا بعض الاشخاص قام يعطيهم انه البطاقة لازم تحديث او لازم تجديد البطاقة، او بعض يعني او يتم رفض الطلب يعني بشكل فوري. طبعا عندك يعني انت مشكلتك يا اما لازمك تروح تحدث بياناتك، يا اما انت ما قام تقدم بشكل الصحيح مثل الخطوات اللي انا قام اشرحها، او عندك مشكلة بالمتصفح كروم. طبعا انا انصح بتغييره، يعني الكروم انا واجهت بيه مشكلة شخصية، حاول غير عن متصفح ايدج او عن متصفح تبع الجوال العادي. بس عند تقديم الطلب، يعني مثلا انت قدمت الطلب واجاك الرفض، ايش الحل؟ الحل انك تتصل على خدمة العملاء، تمام؟ واهم شغلة لازم تكون لغتك التركية 100% وقوية، لانهم راح يقومون بفتح حساب لك طبعا عن طريق النت، راح يفتحوا لك اياه ويقدموا لك الطلب بشكل فوري. يعني اليوم عن تجربة شخصية، قمنا بمساعدة أحد الأصدقاء على فتح حساب بهذا البنك، وطريقة التقديم عن طريق الجوال. طبعا أنا استعنت بأحد الأصدقاء اللي عندهم لغة تركية فل وممتازة من أجل فتح الحساب. طبعا يعني اتصلنا عليهم يعني وكلمناهم، ما بأي مشكلة. قالوا لي مثلا أنت إيش الإقامة تبعك؟ قلنا لهم مثلا اسطنبول، احنا سوريين كملك. قال ما بأي مشكلة. سألوك لازم يكون عندك محضر فاتورة المي أو الكهرباء، عنوانك وعنوان الشغل، ويكون طبعا هو معلومات الكملك، تمام؟ وانت وين واصل بالتعليم، لازم كلها تجاوب باللغه التركيه، تمام؟ ويسالونك انك انت يعني تقبل على الشروط هاي، ومثل ما يعني يقول لك بعض ميزات البنك، يعني ويقول لك دخل بعض المعلومات وكل الامور هاي. يعني شغله بدا يكون واحد يعرف لغه تركيه ممتازه، قام اقول لكم لغه تركيه ممتازه. تقدر تقدم وتفتح. يعني احنا اليوم قدمنا ولا الحمد ما بشارة 20 دقيقة، انه يعني من طريق الاتصال طبعا تم فتح الحساب وتم تقديم الطلب. بعد 14 يوم راح يجي الكرت، وانا ايضا قدمت عن طريق النت، وان شاء الله من يجي راح نقوم بشرح ميزاته. طيب انت ايش بدك تساوي؟ الحل انك تخلي حدا مترجم يعرف يحكي لغة تركية، تمام؟ يعرف يتكلم لغة تركية ممتازة، او احد اصدقائك تقدر تستعين به من اجل فتح حساب بهذا البنك. وراح اخلي لك رقم خدمة العملاء من أجل فتح الحساب بالوصف أسفل الفيديو. وطبعا إذا ما أخذت معك الطريقة الأولى وأجاك رفض عن طريق تقديم الإنترنت، تمام؟ طيب أنا ما عندي أي مترجم أو أي حدا يتكلم اللغة التركية، طبعا راح أخلي لك رقم أحد الأشخاص طبعا يساعدك، بس بسعر جدا جدا يعني بسيط، يعني من أجل فتح الحساب لك. يعني هو يقوم بالترجمة، هو يقوم بالاتصال، هو يقوم بفتح الحساب لك. طبعا انت ما راح تعطي ولا شيء قبل ما يتم فتح الحساب، راح اخلي لك رقمه من اجل التواصل معه. مثلا انت اذا بدك تروح عليه وتقول له مثلا بدك تفتح الحساب بهذا البنك، وتاخذ المعلومات الضرورية، قلت لك الكملك، معلومات الكملك، سند اقامة او مكان عنوانك ومكان شغلك واسم مكان شغلك، تمام؟ ويعني وبعض المعلومات الهامة لازم تكون عندك.
وتقدر تتواصل مع الشخص هذا اللي راح خليك اياه في الوصف اسفل الفيديو. قلنا نحن من طرف عالم الاخبار والخدمات، وباذن الله تعالى زلمه ما راح يخسر معاكم، واس يعني راح ياخذ منك شيء يعني مثل ما يقولون رمزي. يعني قام اقول لك انا اذا عندك، قام اعطيك انا ثلاث طرق، منها اثنين مجانيه وواحده يعني بشكل يعني مثل ما يقولون 10 او 20 ليره تركيه، انه تدفع من اجل هاي الخدمه، لانه هو زلمه قام يقوم بالترجمه الكامله من اجل فتح الحساب لك. يعني قام منطق، اذا عندك حدا من اصدقائك خلاص استعين به، ما يلزم تلجا الى هذا الشخص. اما اذا ما عندك حدا وما تعرف اي شخص خلاص تواصل معه وقل له احنا من طرف عالم الاخبار والخدمات، وان شاء الله هو راح يقوم ب مساعدتك من اجل فتح الحساب. طبعا هذا البنك يعني جدا ميزات هائله، و يعني يعتبر تابع لبنك كيو ام بي فينوس التركي، تمام؟ يعني قلت لكم هاي حل المشكله، عندك مجاني تروح انت تقدم طلب على النت، تحاول من غير متصفح، اثنين تقدر عن طريق استعانه باحد الاصدقاء الذي يتكلمون اللغه التركيه بشكل ممتاز، ثلاثه قلنا لك عندك الطريقه الاخيره واللي هي عن طريق الاشخاص، اذا ما عندك حدا راح اخليك رقم شخص يتكلم اللغه التركيه وهو ان شاء الله راح يقوم بمساعدتك بشيء يعني بسعر مثل ما اقول رمز، لانه هو قام يقدم لك خدمه الترجمه مثل ما انا قلت لك. واذا عندك اي سؤال او اي استفسار حط لي بالتعليقات وان شاء الله راح ارد عليكم باقرب وقت ممكن، واحنا باذن الله تعالى من يصنع الكرت راح نقوم بتفعيل الكرت وشرح ميزات هذا الكرت والبنك ان شاء الله من يتم وصول الكرت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.